خلينا سريعا نروح للكابتن ناصر عباس الحكم الدولي الكبير والشهير عشان نتكلم معاه شويه في يعني تطبيق تقنيه الفار وفي الاداء التحكيمي في البطوله الافريقيه كمان تحديدا. كابتن ناصر مساء الخير. تحياتي لك كابتن امير وتحياتي للكابتن محمد وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه. الله اكبر. اهلا بك يا كابتن ناصر وكل سنه وانت طيب. في البدايه انا عايز اخد تقييمك للاداء التحكيمي للحكام الافارقه في بطوله دوري ابطال افريقيا حتى الان، ولو كان الفار موجود في مرحله المجموعات كان ممكن الاهلي يحصد كم نقطه في المرحله دي بعد العشر نقاط اللي حصدهم؟ خلينا كابتن امير اتكلم معاك بامانه بحياديه تامه، ان النادي الاهلي من اكثر الانديه اللي اتعرضوا للظلم التحكيمي في دور المجموعات، والكلام دوت الكل شاهد هذا الكلام في عدم وجود تقنيه الفار، واحنا كنا كل مره نقول الكلام دوت، نقول يا جماعه ما ينفعش النادي الاهلي احيانا وعاده بيصلح اخطاء التحكيم. الاهلي اتظلم ظلم كبير جدا في المباريات، ولولا لعيب النادي الاهلي والتركيز والهدف اللي عندهم اعتقد الاخطاء التحكيميه دي كانت مؤثره جدا في هذه اللقاءات. تاني بقول الله يكون في عون النادي الاهلي في الفتره القادمه، اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان هو يمر ويعدي مباراه الرجاء سواء في الذهاب والعوده، ايضا تحت ضغط الدوري المصري النادي الاهلي النهارده اعتقد ان هو قادر مع اللاعبين والجهاز الفني والاداري ان هم يعدوا المرحله ديت في الدوري وفي دوري الابطال ان شاء الله، نقول له الف مبروك. نيجي لتقنيه الفار، والكلام ده احنا قلنا ليه ومحمد يمكن اتكلم فيه كتير وحضرتك كلمني في كابتن امير، ان ما ينفعش يا جماعه ان مسابقه زي الاتحاد الافريقي النهارده بالتميز اللي فيها والامكانيات ان هو ما يكونش فيها تقنيه الفار. نيجي لتقنيه الفار وده شيء مهم جدا. كابتن امير كابتن محمد، لو انا النهارده كحكم الشخصيه التحكيميه مش موجوده ومش حاضره حتى في وجود تقنيه الفار اعتقد هيبقى عندي مشاكل تحكيميه. صحيح. الكلام دوت انا بتكلم الكلام ده وبقول للحكم جان جاك ناديلا وحكم من الحكام المرشحين لكاس العالم مع طاقم التحكيم اللي موجود ان شاء الله. وايضا بقول حاجه مهمه جدا. جان جاك ناديلا من الحكام يمكن يعني صغار السن، هي مشكله عنده خبرته اللي قليله جدا بهذه المباريات الكبيره، اتمنى الا يتاثر، وانا بقول الكلام ده لانه يمكن محمد وحضرتك عارف ان في ضغوط وفي بعض الصحف اتكلمت على ان هو يعني ما كان يجب تعيينه في هذه المباراه. انا بقول النهارده لجان جاك ناديلا انت عندك طاقم تحكيم الفيديو الجزائري موجود، احنا النادي الاهلي ما بيطلبش غير العداله التحكيميه يا كابتن امير. النادي الاهلي ظلم كتير تحكيميا وعلى كل الناس اللي كانت بتشوف هذه المباريات اللي فاتت ظلم كتير تحكيميا. انا اتمنى من جاك ناديلا ان يكون الشخصيه التحكيميه حاضره، لان هذه المباراه مباراه مهمه جدا جدا. النادي الاهلي لاعبيه النادي الاهلي كمان في حاجه مهمه كابتن محمد عاوز اقول لك عليها. اتفضل. لعيبه النادي الاهلي لعيبه ملتزمه جدا جدا داخل ميدان اللعب امير. بالظبط يعني دي حقيقه. هتلاقي اعتراض ما بتلاقيش حد يعني يعمل ضغط على الحكام من اللعيبه المحترمه جدا 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 داخل ميدان اللعب. وده المفترض يبقى الحكم هنا يتمن هذا الكلام بشكل جيد، لان عندما يكون اللاعب هنا يحترم قرارات التحكيميه لابد ان هو ياخذ حقه، يكون في حمايه للاعبين داخل ميدان اللعب. طيب كابتن ناصر اتفضل. طيب انا عندي سؤال هنا يعني متعلق، وحضرتك طبعا محاضر دولي ومحاضر في الاتحاد الافريقي وعندك خبرات تقييم الحكام بيبقى ازاي كمان من لجان الحكام المتعاقبه داخل الاتحاد الافريقي. المفروض جان جاك ناديلا خلال الفترة الأخيرة يمكن أدار مباريات كبيرة ومهمة، لقاء السوبر الإفريقي اللي اتلعب في الدوحة ما بين الأهلي والرجاء وكانت فيه أخطاء تحكيمية واضحة جدا وتأثير قراراته التحكيمية على أداء الأهلي في هذه المباراة، ولولا الهدف اللي أحرز في اللحظات الأخيرة من طاهر كان الأهلي ممكن يخسر السوبر بسبب أداء هذا الحكم. الحكم ده أدار نهضة بركان وسيمبا التنزاني وعمل كوارث تحكيمية غير طبيعية. أدار مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم وكلنا عارفين اللقطة التاريخية اللي كان هيطرد فيها مندي وتراجع في الإنذار عشان ما يكونش فيه إنذار تاني، ثم بعد ذلك بيتم اختياره لمباراة الأهلي والرجاء. هو لجنة الحكام في الكاف بتقيم الحكم بجد ولا هي بتديله ماتشات بفكرة إن هو ما عندناش غير الأسامي دي فهي بتلف وتدور في نفس الدايرة اللي كلنا عارفينها، بكاري، سيكازوي، مبلاك، ناديلا، ما فيش غيرهم.
معايير اختيار الحكام يعني بتبقى على اساس ايه يا كابتن نصر؟ كابتن محمد طبعا انا بحييك، وانا ما كنتش عاوز اروح لنقطه مهمه جدا يمكن انا اتكلمت عليها بشكل غير مباشر، وانا قلت ان على جان جاك نادال الا يتاثر بما كتب عنه في مباراه نهضة بركان. انت عارف مباراه نهضة بركان اللي كان فيها اعتراض على قرارات الحكم، وهنا كمان ان تم ايقاف بعض اللاعبين وبعض الاداريين في نادي نهضة بركان. وانا بقول ان هذه المباراه لا يجب على ان تؤثر على هذا الحكم في هذه المباراه، خاصه ان زي ما قلت ان هذه المباراه للنادي الاهلي هو لا يطلب غير العداله التحكيميه. ما هو ظلم الاهلي كمان في السوبر، هو ظلم الاهلي في ماتش السوبر مع الرجاء برضه. بالظبط. النقطه الثانيه كابتن محمد اللي انا عاوز اقولها يعني اقولها ان احنا عندنا النهارده 8 حكام مرشحين لكاس العالم، وانت اكيد عارف كويس قوي بملك وسيكازوي وماجيتي ناضاي ومصطفى غربال ورضوان جيد، ومعاهم طبعا الحكم اللي هو جان جاك. هم دولت اللي الاتحاد الافريقي بيعول عليهم في هذه الفتره على اساس ان هم دولت تم اختيارهم لكاس العالم بشكل مبدئي مباشر، وبالتالي هو بيديهم الفرصه النهارده ان هم يديروا هذه المباراه الكبيره عشان خاطر ياخدوا من الخبرات الكبيره. انا مفترض انا النهارده كحكم رايح كاس عالم يا كابتن محمد، انا النهارده بفكر في نفسي فقط لا غير. يعني انا النهارده بفكر في شخصيه الحكم، المفروض النهارده انا بادي اداء يليق بالحكم ذات نفسه. يعني انا بطلب ايه؟ انا بطلب ان هو لا يتاثر، لان احنا شفنا ان كان ماجيت ناضاي، وانا هتكلم على ماجيت ناضاي بعد كده، وان كان جان جاك، انا يعني بعتبر ان هم حكام اعتقد اللي بيتاثروا بالضغوط، وده انا مش حابب ان هو يكون موجود خاصه في مباراه النادي الاهلي في الرجاء، لان هتكون مباراه صعبه جدا تحكيميه على حكم المباراه اللي هو هيبقى ماجيت ناضاي. انا بتمنى ان احنا النادي الاهلي مش محتاج غير العداله التحكيميه، وقلت يمكن احنا كلاعبين كمان لعيبه ملتزمه جدا جدا بالقرارات التحكيميه، وده يدينا الحق على الاقل ان احنا ناخد حقنا خاصه في المباريات سواء كان داخل ملعب النادي الاهلي او خارج الملعب. طيب يعني دي جزئيه مهمه برضه كابتن نصر، لكن الحديث مستمر بالتحديد لما نتكلم على الجانب المحلي شويه والتحكيم المصري في الدوري المصري العام. الحديث مستمر على حاله عمرو السوليه في مباراه الاتحاد السكندري، وفي جدال كتير حتى الان على الحاله دي اللي هي يعني البعض بيقول ان هي كانت المفروض ضربه جزاء للاتحاد السكندري في هذه اللعبه تحديدا، واحنا شايفينها دلوقتي قدامنا على الشاشه. بتشوف الحاله دي ازاي يا كابتن ناصر، والقرار فيها ايه من وجهه نظرك؟ كابتن امير، كابتن محمد، التحليل الفني ده امانه في العرض، في الصوره، في التحليل. يعني انا بقول ان بعض المحللين اللي طلع قال ان هناك ركله جزاء لنادي الاتحاد، بقول لهم يا جماعه من فضلكم لو سمحتوا اللي ما بيجيب اللقطه ايوه يا ريت يجيب اللقطه واضحه جدا. بص، لان انا النهارده يمكن الوحيد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اللي جاب هذه اللقطه ان عمرو السوليه ينجح في لعب الكره تماما. وهنا اللعبه واضحه جدا، الصوره واضحه. مين اللي لعب الكوره؟ محلل تحكيم يطلع يقول ان هناك ركله جزاء. يعني انا بقول التحكيم الفني، التحليل الفني ده امانه في العرض، امانه من ان انا اجيب اللقطه اللي تخدمني وانا بحلل، ما اجيبش اللقطه اللي تيجي على مزاجي وعلى هوايا. كابتن محمد، كابتن امير، لا والكابتن احمد الغندور واقف فين؟ انا بقى انا لما جيت حللت كابتن امير، كابتن محمد، انا قلت ايه؟ انا قلت ان احمد الغندور في الدقيقه 82 ما زال يحتفظ بالتركيز الجيد جدا، ما زال يحتفظ باللياقه البدنيه والتوقع والتمركز وقراءه اللعب الصحيحه عندما اشار بان ما فيش مخالفه واستمرار اللعب. هنا تاكيد على ان الحكم هنا شاف ان هنا الحاله لا تستوجب ركله جزاء. وهنا انا بقول بحيي احمد الغندور، ليه؟ ان لما تيجي للدقيقه 84 يا كابتن محمد، يا كابتن امير، محتاجه يكون الحكم بكامل تركيزه، وهنا الغندور هنا سمح باستمرار اللعب وعمل بلاي اون بايديه. يعني انا شايف يا جماعه ان عمرو السوليه نجح تماما في لعب الكره، وما ترتب بعد ذلك ليس له اي شيء بالحدث او المخالفه، وهنا لا يوجد مخالفه اطلاقا ولا يوجد ركله جزاء اطلاقا. ولكن انا زعلان جدا يا كابتن محمد، كابتن امير، ان المحلل يجب ان يكون هناك امانه في التحليل، امانه في العرض، ويعرض كل اللقطات بالظبط، امانه في اختيار اللقطات اللي هي تنصف اللاعب وتنصف النادي. ما يجب ابدا ان انا اطلع اقول ان نادي الاتحاد السكندري ركله جزاء واعمل مشكله من غير مشكله. طبعا اكيد هذه الحاله لا توجد ركله جزاء نتيجه ان عمرو السوليه نجح تماما في الدخول في التوقيت المناسب ونجح في لعب الكره، وما ترتب بعد ذلك في ان اللاعب يسقط
هذا امر عادي جدا، لان العبره بان اللاعب هنا وصل ولعب في الكره، وهو ده القانون اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن محمد باذن الله. نتمنى يا جماعه يعني التحليل يكون في امانه في التحليل. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر يا كابتن ناصر، لكن مهم جدا قبل ماتش الرجاء ان شاء الله هتجمعنا مكالمه او حتى تكون معانا في حلقه، لان عندنا كلام مهم جدا على تطبيق تقنيه الفار، والوقت اكيد هيسعفنا بقى في الحلقات اللي جايه عشان نتكلم على تطبيق التقنيه والحكام المرشحه لكاس العالم وكل التفاصيل دي في الفتره الجايه قبل لقاء الذهاب امام الرجاء المغربي ان شاء الله يوم السبت بعد القادم. شكرا كابتن ناصر. النادي الاهلي ان شاء الله كابتن محمد باذن الله. شكرا جزيلا ليك كابتن ناصر عباس المحلل التحكيمي في قناه الاهلي والمحاضر الدولي والافريقي في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في الفتره الاخيره. طيب